رغم اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار في ناغورني كاراباخ، إلا أن الخروقات ما زالت مستمرة لليوم الثالث على التوالي بإطلاق النار بين الجيشين الأرميني والأذربيجاني، في وقت التقى فيه وزير الخارجية الروسي مع نظيره الأرميني مرة أخرى لمناقشة عدم الالتزام بالهدنة التي لم تحقن الدماء حتى الآن. على الرغم من اتفاق الهدنة المدعوم من الرئيس بوتين، إلا أن الطرفين المتنازعين لا يزالان يتبادلان إطلاق النار، ونأمل بلقائنا وبالتواصل مع جيراننا الأذريين أيضا أن نحرز تقدما في العملية السلمية. من ناحيته وزير الدفاع الأرميني أعلن عن قتل 200 جندي أذري وعن تدمير 3 عربات مدرعة و3 طائرات مسيرة تركية الصنع في المعارك خلال اليوم الماضي، واتهم الأتراك بالسيطرة على القرار في باكو، مضيفا أن أنقرة تعرقل الاتفاق بزجها مزيدا من المرتزقة إلى كاراباخ، بينما طلب وزير الخارجية الأرميني من روسيا دعم الجهود الدبلوماسية لحماية الأرمن المقيمين في المنطقة. الأهم اليوم وقف العمليات الحربية التي تجري دون مراعاة اتفاق الهدنة، حيث أن الجانب الأذري يخرق جميع البنود ويتطلب الأمر مزيدا من الجهود لحماية الشعب الأرمني في كاراباخ وإيجاد آليات لتأكيد الثقة المتبادلة. أما أذربيجان فقد أعلنت أن جيشها حرر مجموعة من القرى والبلدات المحتلة في كاراباخ، مكبدة القوات الأرمينية خسائر جسيمة في العتاد والأرواح حسب الرئيس الأذري إلهام علييف، الذي أشار إلى أن بلاده حريصة على الالتزام بنظام وقف إطلاق النار على خطوط التماس هناك. مزيد من القتلى والجرحى والخسائر بين الأرمني والأذريين في حرب كاراباخ، رغم كل الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة ورغم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين باكو ويريفان. رائد مصطفى، الإخبارية، موسكو.